بسم الله الرحمن الرحيم. حنشرح موضوع الكلاس والأوبجكت في لغة الجافا سكريبت. طبعا الكلاس هو زي مثلا كونتينر أو حاوية بيحتوي على خصائص وعمليات. طبعا هذه الخصائص بتكون متغيرات والعمليات بتكون ميثود فانكشن. طبعا ممكن انت تشبهها في مثال عملي من الحياة العملية. على سبيل المثال، شركة أبل لما بدها تصنع مثلا ايفونات، ايفون 6، ايفون 7، طبعا بيكون عندها مخطط. هذا المخطط بيكون فيه مثلا خصائص زي ايش؟ زي لون الموبايل، حجم الموبايل، هذه بنسميها خصائص. وايضا بيكون فيها عمليات زي ايش؟ زي مثلا لما نضغط على زر الشاشة الرئيسية يفتح اللي هو الشاشة الرئيسية، يضغط على الزر الجانبي يعمل تصوير للكاميرا. هذه بنسميها عمليات. الآن لما شركة أبل تصنع اللي هو الآيفون 6 أو آيفون 7، بتنجع لهذا المخطط. الآن هذا المخطط بنسميه اللي هو كلاس. الآن لما شركة أبل تصنع آيفون 6 آيفون 7، هدول بنسميهم أوبجكت. وكذلك في الكلاس، الكلاس بتحتوي على خصائص ومتغيرات. الخصائص اللي هي بتكون متغيرات والعمليات بتكون هي فانكشن. خلينا نشوف مع بعض كيف بننشئ كلاس في لغة الجافا سكريبت. أول ما نبدأ إلا بنكتب كلاس. كلاس طبعا هذه كلمة محجوزة في اللغة، لازم تكون اسمها كلاس. بعد هيك بكتب الاسم اللي بدي إياه، على سبيل المثال بكتب كار. بعد هيك بفتح قوسين معكوفين. هيك أنا أنشأت كلاس في لغة الجافا سكريبت. بكتب أول إشي كلاس، كلمة طبعا محجوزة. بعد هيك بكتب الاسم الكلاس، الاسم اللي بدي إياه. بعد هيك لازم أعمل القوسين المعكوفين. طبعا إحنا قلنا الكلاس بيحتوي على اللي هو متغيرات وأيضا عمليات، العمليات اللي هي الميثود. طبعا المتغيرات بنحطها في ميثود اسمها كونستراكتور. إيش يعني كونستراكتور؟ كونستراكتور اللي هو معناه زي بناء. هذا طبعا ميثود متى بتنفذ؟ بتنفذ اول ما اعمل اوبجكت من هذا الكلاس. يعني اول ما اعمل اوبجكت من هذا الكلاس بتنفذ اللي هو الكونستراكتور اللي انا عامله في كلاس الكار. طبعا المتغيرات بحطها جوا ميثود الكونستراكتور. خلينا نعمل اللي هو ميثود الكونستراكتور. كيف انا بكتبه؟ بكتب كونستراكتور. بكتب constructor. بعد هيك طبعا هذا ميثود، بفتح قوسين مع قوسين، طبعا هدول تاعون الفانكشن. بعد هيك بعمل قوسين معكوفين. طبعا انا هيك انشأت الكونستراكتور. الان ايش ما اكتب فيه هذا، على سبيل المثال اعمل فيه جملة طباعة، اول ما انشئ الاوبجكت من الكار هيتنفذ اللي هو الكونستراكتور تبع اللي هو الكلاس، تبع الكلاس الكار. الآن قلنا المتغيرات بننشئها جوا كلاس الكونستراكتور. الآن كيف أنا بعمل اللي هو متغيرات خصائص للكلاس؟ بكتب this. طبعا هذا this إيش بيمثل؟ بيمثل الأوبجكت. الآن لما ننشئ أوبجكت، هذا this الأوبجكت بحل محل، بيكون بدل اللي هو كلمة this. الآن بعد this بكتب اسم المتغير اللي بدي إياه. بكتب مثلا car name يساوي، الآن ممكن أدي له أنا قيمة نصية. أكتب مثلا أي قيمة بدي إياها، أو ممكن كيف أبعتها كباراميتر. يعني بدل ما أنا أثبت القيمة، لا أجي هنا وابعتها كباراميتر. اكتب مثلا اللي هو مثلا اسم الكار، مثلا اكتب براند. وطبعا هنا بحط اسم مين؟ اسم الباراميتر اللي بيجيني من الاوبجكت. الان هنشوف كيف احنا، الان احنا هنا عملنا ايش؟ عملنا أنشأنا كلاس الكار. بعد هيك جواته
عملنا اللي هو ميثود الكونستراكتور، قلنا الكونستراكتور هذا ميثود بتنفذ اول ما انشئ انا الاوبجكت، اول ما انشئ انا الاوبجكت بتنفذ اللي هو ميثود الكونستراكتور. قلنا ايش بيعمل الكونستراكتور هذا، عرفنا فيه طبعا الخواص بنعرفها قلنا جوا الكونستراكتور، جوا ميثود الكونستراكتور عرفنا اللي هو متغير الكار نيم، وادينا له قيمة مين، قيمة البراند. مين هذا البراند؟ هذا البراند بتجيني من وين؟ من اللي هو الباراميتر اللي انا ببعته. طب الان خلينا نعمل اللي هو اوبجكت، اوبجكت من مين؟ خلينا نعمل اوبجكت من الكلاس. كيف انا بعمل اوبجكت؟ بكتب var، بعرف متغير عادي، وبكتب مثلا اي اسم بدي اياه، بكتب my car. الان كيف انا بعمل اوبجكت؟ لما انا انشئ اوبجكت، كيف الاوبجكت؟ هو بيكون نسخه من الكلاس، باخذ نسخه عن الكلاس، يعني كل الخصائص والعمليات الاوبجكت هو باخذها عن الكلاس. كيف انا بنشئ اوبجكت من الكلاس؟ من خلال كلمه نيو، بكتب نيو وبكتب اسم الكلاس، بكتب كار وبعمل بسين. الان بس في هنا اشي ناقص، ايش هو الاشي الناقص؟ الان قلنا الكونستراكتور له ايش؟ له قيمه. الان وين ببعتها؟ له باراميتر. وين ببعت هذا الباراميتر؟ احنا قلنا بتنفذ اول ما انشئ الاوبجكت، عشان بتنفذ اول ما انشئ الاوبجكت لازم انا ابعتها هنا كباراميتر. بكتب هنا الباراميتر اسم اللي هو الكار نيم، بكتب مثلا اي اسم بدي اياه، الان احنا انشانا كلاس وانشانا اوبجكت، انشانا اوبجكت من خلال اللي هو من خلال كلمه محجوزه اسمها نيو واسم الكلاس كار، وبعتنا له من خلال الاوبجكت بعتنا باراميتر اسمه بي ام دبليو. الان لما احنا انشانا اوبجكت هيتنفذ اول ما انشئ الاوبجكت هيتنفذ مين؟ كلاس الكونستراكتور. الان خلينا نطبع الكار نيم اللي هي خاصيه الكار نيم بداخل الديمو. الان كيف انا بطبع خاصيه الكار نيم بداخل الديمو؟ خلينا نشوف مع بعض. اكتب دوكيومنت، دوكيومنت دوت جيت element by id، وبديله الاي دي ديمو دوت انر اتش تي ام ال بيساوي. كيف الان بدي اطبع قيمه الكار نيم اللي هي خاصيه موجوده داخل الكلاس؟ الان عندي هنا الماي كار، الماي كار هي اوبجكت، بكتب ماي كار. طبعا الماي كار احنا قلنا الاوبجكت اخذ نسخه عن الكلاس، طبعا لما ياخذ نسخه عن الكلاس بيكون اخذ كل الخصائص والعمليات اللي بداخل الكلاس. الان ايش في خصائص، ايش في متغيرات جوا الكلاس؟ في عندنا متغير اسمه الكار نيم. الان كيف انا بدي اطبع الكار نيم؟ بكتب دوت كار كارنيم، بعمل فاصلة عن الخطة. الآن بسيف. الآن هيطبع لي مين الكارنيم؟ هيطبع لي الباراميتر اللي أنا بعته، كتبت بي ام دبليو. الآن نيجي نتأكد من شغلنا، نيجي هنا نعمل جوجل كروم، طبع لي بي ام دبليو. الآن إيش اللي صار هنا؟ جبت الاوبجكت الماي كار دوت الكار نيم. الان على سبيل المثال لو انا بديش ابعت باراميتر، نقيم الباراميتر اللي هنا ونقيم الباراميتر اللي هنا، نكتب مثلا
الآن هنا ما بعدتوش كبارامتر، ثبتت وأديته قيمة ثابتة، أديته قيمة ثابتة اسمها مرسيدس. الآن لو أجي أحدث الصفحة، أجي من هنا هيطبع لي اللي هو مرسيدس. الآن كل ما أنشئ أنا أوبجكت هتكون قيمة ثابتة، اللي هي لو أنا بدي أجي أطبع أعمل أوبجكت جديد من الكار، أكتب مثلا buy my car 2، يطبع لي اللي هو بدل my car my car 2. وأجي أشوف هنا طبع لي مين؟ المرسيدس. الآن لو أنا إيش الاختلاف؟ لو أنا بعته كباراميتر، الأوبجكت حسب الباراميتر اللي أنا أبعته بتغير له القيمة. لو هنا نرجع زي ما كنا أبعت له إياها كباراميتر، وأكتب هنا مثلاً هنا أكتب القيمة الثانية، الآن هنا هيطبع لي في الماي كار تو الأوبجكت الثاني هيطبع لي مين؟ هيطبع لي مرسيدس. نيجي نشوف الآن لو أجينا وعملنا هذه، طب طبعنا بدل الماي كار تو طبعنا الأوبجكت الأول، هيطبع لي مين؟ بي ام دبليو. هاي طبع لي اياها بي ام دبليو، يعني حسب الباراميتر اللي انا ببعته بطبع لي اللي هو قيمة المتغير. الان ايضا بقدر انشئ اللي هو ميثود داخل الكلاس. ايش يعني ميثود؟ يعني فانكشن بقدر أنشئها بداخل الكلاس. بكتب اسم الميثود على سبيل المثال أي اسم بدي إياه، مثلا present، وهذه الميثود بدي إياها ترجع لي مثلا قيمة نصية. بكتب كيف نكتب جملة ترجيع؟ بكتب return وبفتح علامتين تنصيص، بكتب له مثلا I have a، بدي اكتب له I have اللي هو اسم مين؟ اسم المتغير الكار نيم. كيف انا بعمل concatenation؟ بعمل هو زائد وبكتب this dot اللي هو الكار نيم. طبعا اقيم هذا الجزء. الان this هذا مين بتمثل؟ بتمثل الاوبجكت، بتمثل الاوبجكت اللي انا بستخدمه. يعني هنا كتبنا ماي كار، الماي كار بتحل بدل تيجي بدال الذس ماي كار، انشأنا ماي كار 2 الذس بتيجي بدالها، بتصير ماي كار 2 دوت كار نيم دوت كار نيم، ببعث له الباراميتر هنا بيجي وباخذ اسمه اللي انا بعته. الان هذه الميثود ايش بتسوي؟ بترجع قيمة نصية I have a زائد مين؟ زائد اسم الكار اللي أنا بعته اللي هي الكار نيم. الآن هنا في الماي كار بدي أطبع اللي هو بدي أطبع مين؟ ميثود بريزنت، بكتب له اللي هو بدل كار نيم بكتب له بريزنت، بكتب له اللي هي القوسين تاعون الميثود. الآن أجي أشغل، طبعا هيطبع لي هنا إحنا عملنا لمين؟ للماي كار. الماي كار مين؟ الأوبجكت الأول مش الأوبجكت الثاني. الأوبجكت الأول إيش هيسوي؟
هياخذ نسخة من وين؟ من الكلاس الكار هو اوبجكت، هياخذ نسخة. البي ام دبليو هتيجي بدل مين؟ بدل البراند، وحاطين قيمة الكار نيم اسمها بي ام دبليو. هذا في الكونستراكتور. اول ما ينشئ الماي كار هيعطي قيمة لمين؟ للكار نيم. هيعطي، احنا قلنا الكونستراكتور بتنفذ اول ما انشئ الكلاس، يعني انا اديته قيمة بي ام دبليو، البي ام دبليو هتيجي بدل مين؟ بدل قيمة مين؟ يعني هيعطي قيمة المتغير اللي اسمه كار نيم، هديله قيمة اللي هي بي ام دبليو. بعد هيك هيجي ده ميثود البريزنت، هترجع اي هاف ا ذس دوت كار نيم. مين الكار نيم؟ احنا نفذنا مين؟ الماي كار. هتيجي معنا، هتيجي بدالها اللي هي بي ام دبليو. الان لما انفذ انا ماي كار دوت بريزنت هيطلع لي اي هاف ا بي ام دبليو. نتاكد من الكلام هذا ونيجي نشغل. طبعا في هنا نشوف ايش المشكلة. هان سنتاكس ايرور. طبعا المشكلة هان اللي هو في مسحنا قوس الكلاس بالغلط. بعمل هنا القوس وبسيف. هيو طبعا لي I have a BMW، يعني اجا هنا عند الماي كار ونفذ اللي هي ميثود البريزنت وطبع لي اي هاف ا بي ام دبليو. طب الان لو هنا بدل الماي كار طبعت له اللي هي الاوبجكت الثاني ماي كار 2، طبعا هيطبع لي اي هاف ا اللي هو مرسيدس. نيجي نحدث، هيطبع لي اي هاف ا مرسيدس. هذا بالنسبة للميثود اللي هو كيف أنا بنشئ ميثود داخل الكلاس. طيب أنا بقدر أيضا اللي هو أبعت باراميتر للبريزنت وأطبعها بداخل مين؟ بداخل الكلاس. مثلا بكتب إكس هنا وباجي هنا بكتب اكس، الان هنا ميثود لبريزنت لازم تستقبل مين؟ لازم تستقبل باراميتر. الان هنا ببعت لها اللي هو باراميتر، اي باراميتر بدي اياه ممكن ابعت لها هلو. اجي احدث هيطبع لي hello I have a Mercedes. هذا بالنسبة ل method present. طب في عندنا حاجة اللي هو method static، في عندنا مفهوم static method في الكلاس بيكون. طبعا ميثود الستاتيك هذا انا ما بقدر استدعيه من خلال الاوبجكت، بستدعيه اللي هو من خلال الكلاس نفسها، من خلال نفس الكلاس. بكتب اللي هو ستاتيك ستاتيك هالو. وخليها مثلا ترجع لي ميتير هو هلو. الان طبعا هذا، طبعا انا سميت ميثود الهلو استاتيك، ما بقدر استدعيها من خلال الاوبجكت، لازم استدعيها من خلال اسم الكلاس، من خلال اسم الكلاس. ميثود الاستاتيك انا بستدعيها من خلال اسم الكلاس. خلينا نشوف كيف انا بنفذها. خلينا نوقف هذا. الان بكتب اسم الكلاس، اسم الكلاس عندنا car dot mean dot اللي هو method الهلو، بعمل له القوسين. الآن حترجع لي اللي هي hello.
ليش أنا استدعيتها من خلال اسم الكلاس؟ لأنها ميثود استاتيك. ميثود الاستاتيك أنا بستدعيها من خلال الكلاس وليس من خلال الأوبجكت. أجي نشوف هنا، هاي طبعا لي هلو. طبعا في عنا اللي هو، لو أنا الآن في عنا مفهوم الوراثة في الأوبجكت أورينتد، عنا هذا كلاس أنا بدي أعمل منه، بدي أعمل كلاس تاني، بدي أعمل كلاس تاني، بس هدول الخصائص والمتغيرات أنا بدي أستدعيهم في الكلاس التاني اللي أنا بدي أنشئه. مفهوم الوراثة هو بسهل علي، بدل ما أنا عندي مثلا خصائص ومتغيرات في كلاس معين، بدل ما أنشئهم أنا مرة تانية في الكلاس الجديد، لا، من خلال اللي هو الوراثة في الأوبجكت أورينتد، أنا فقط بس بعمل إكستند للكلاس البيرنت، وتلقائي بيستدعي لي اللي هو كل الخصائص وكل الميثود وكل الميثود في اللي هو كل الخصائص وكل الميثود في الكلاس البيرنت. كيف أنا بعمل اللي هو الوراثة في الجافا سكريبت؟ خلينا نعمل كلاس وأكتب مثلا موديل وأقول له extend. الآن الإكستند هذه إيش بتسوي لي؟ الآن بتعمل وراثة من الكلاس اللي أنا بدي أستخدمه، الكلاس اللي أنا بدي أحط اسمه. الآن بدي أعمل إكستند لمين؟ بدي أعمل إكستند للكار، الآن هنا أنا إيش عملت؟ أنشأت كلاس موديل، وهذا الكلاس الموديل بيرث من كلاس الكار. ناخد اسم الكلاس الكار، هيعمل وراثة من كلاس الكار. الآن كل الميثود هذه والخصائص هتكون في ده، الآن ورثها كلاس الموديل، ورثها كلاس الموديل. الآن هنعمل اللي هو كونستراكتور، خلينا نعمل كونستراكتور. احنا قلنا الكونستراكتور بتنفذ اول ما انا ما اول ما انشئ الاوبجكت من الكلاس، بتنفذ مين؟ بتنفذ الكونستراكتور. نعمل كونستراكتور، نعمل قوسين. الان لما انا اعمل اللي هو كلاس الكونستراكتور، لازم كلاس الكونستراكتور في اعمل ميثود الكونستراكتور في كلاس اللي هو الابن، لازم استدعي كونستراكتور مين؟ كونستراكتور البيرنت الاب. يعني انا هنا بعت له براند، لازم نفس الاشي ابعت له هنا براند. وكيف انا بدي استدعي اللي هو الكلاس البيرنت؟ بكتب سوبر لامين، ده اللي هو اسم المتغير اللي عندي الباراميتر البراند. الآن أنا إيش سويت أنا هنا؟ عملته استدعيت أنا كونستراكتور مين؟ كونستراكتور اللي هو الأب الكار. ليش أنا استدعيته؟ لأنه أنا لازم استدعيه، لأنه أنا لما أعمل أوبجكت أنا من الموديل، تلقائي بيعمل اوبجكت من كلاس الاب، من كلاس الكار. انا لازم اعمل استدعي الكونستراكتور تبع البيرنت تبع الاب. ممكن انا بعد هيك اضيف في الكونستراكتور اللي هو الموديل الاشي اللي بدي اياه، ممكن مثلا اضيف متغير تاني موديل مثلا، واكتب له انشئ اللي هو خاصية تانية، اكتب this dot، اكتب اسم المتغير اللي بدي اياه موديل، واكتب له هنا اسم الباراميتر اللي انا بعته. الان عندنا هنا كلاس الموديل ب
بياخذ كل خصائص وكل عمليات الكار لأنه عملنا له إغاثة من خلال كلمة extend. طبعا لما أنا أعمل اللي هو موديل، لما أعمل إغاثة لازم أستدعي الكونستراكتور تبع البيرنت. كيف أنا بستدعيه؟ من خلال كلمة سوبر. السوبر لمين بتدل على كلاس الكار. بعد هيك ممكن أضيف أنا في كلاس الكونستراكتور الخصائص اللي بدي إياها، ضيفت خاصية this model بتساوي مين الباراميتر الموديل اللي أنا ببعته. وممكن أضيف كمان اللي هو خاصية تانية، أكتب أي عملية بدي إياها. شو وأقول له مثلا ريتين رجع لي اللي هو الآن. طالما أنا في كلاس الموديل بقدر أستدعي أي ميثود بدي إياها من مين؟ أي ميثود بدي إياها من كلاس الكار. ليش؟ لأنه أنا عملت له وراثة. كيف أنا بستدعيها؟ من خلال كلمة this. this طبعا بتدل على الأوبجكت، على الأوبجكت اللي أنا بدي أنشئه. بكتب this أي مثلا ميثود بدي أستدعيها من كلاس الكار. بكتب مثلا present. بكتب present بس لازم أبعت لها إيش؟ لازم أبعت لها باراميتر، لأنه هي بتستقبل اللي هو هنا بتستقبل باراميتر x. الآن بدنا نعمل concatenation. رابط بعمل زائد وبكتب مثلا عددين صنصيص، بكتب له مثلا is، وبدي استدعي مين متغير الموديل. بكتب زائد concatenation بعمل this dot model. الآن عندنا كلاس الموديل فيها الكونستراكتور. الكونستراكتور قلنا لازم استدعي فيه البيرنت. كونستراكتور البيرنت كتبنا سوبر براند. بعد هيك أنشأنا خاصية جديدة من موديل وبتاخد قيمة اللي هو الباراميتر موديل. بعد هيك أنشأنا اللي هو شو. الشو إيش بتسوي؟ بترجع لي اللي هو this دوت بريزنت. مين هذا this؟ بتدل على الاوبجكت اللي انا لسه ما انشاتوش من الموديل. زائد مين؟ it is مين this model. this model هذه مين اللي انا انشاتها هنا وببعت لها الباراميتر. الان بدي انا اعمل اوبجكت من وين؟ من كلاس الموديل. بكتب var، بكتب مثلا my بتساوي. كيف انا بنشئ اوبجكت؟ من خلال كلمة new وبكتب له اسم الكلاس موديل. بعدك بفتح قوسين. طبعا لازم انا ابعت الان هنا باراميتر. ليش؟ لانه الكونستراكتور في الموديل بيستقبل تو باراميتر، لازم انا ابعت له اياهم. لازم انا ابعت له التو باراميتر اللي انا باراميتر اللي انا انشأتهم في الكونستراكتور. ببعت له الباراميتر الثاني الان. عندي هنا انشأت اوبجكت ماي كار 2. ماي كار اكتبها 1 لان في عنده ماي كار 2. الماي كار 1 ايش بتمثل؟ بتمثل اللي هي الموديل اوبجكت من الكلاس اللي هو الموديل. الان ماي كار 1 اخذت كل خصائص وعمليات المحتويه في كلاس الموديل. خلينا الان نشوف ونطبع ونطبع من اوبجكت الماي كار 1 ننفذ function show نشوف ايش بطلع معنا.
طبعا فانكشن الشو ايش بتسوي؟ بترجع لي this present. ايش بتسوي البريزنت؟ هذه موجودة وين؟ موجودة في كلاس الاب. ايش بتسوي؟ بترجع لي الاكس اللي هو هالو و I have a this car name. مين الكار نيم هنا؟ مين الكار نيم؟ انا بعثت له اياه هنا، بعثت له اياها هنا الاسم كايا، لانه هو هياخذ البارامتر الاول اللي هو بيمثل هنا البراند. واستدعيت الكونستراكتور سوبر براند، ايش بتمثل هنا؟ this car name اللي هي براند. بعد هيك هيطبع لي اللي هو it is this model. مين this model؟ it is مين this model اللي هي اللي انا بعثت لها اياها هنا 2020. خلينا نشوف مع بعض ايش طلع لي. هاي طبعا لي هالو اي هاف كايا ات از 2020. مين الهالو اي هاف كايا اللي هو هنا؟ لان قلنا البريزنت استدعاها من وين؟ من كلاس الاب. هيها هالو اي هاف ا ذس كار نيم. مين الذس كار نيم؟ بعت له اياها كمتغير كايا. وبعد هيك بعت له هنا، بعت له بعدك بكمل it is this model. مين this model اللي هو 2020. هيك فهم انه نفذ function show. هنا في class، هنا في method الهلو اللي هي طبعا static، بستدعيها من خلال class الكار، ممكن ابعت لها parameter، وهذا الباراميتر يكون اللي هو كأوبجكت ابعته لها من الكار، ومن خلال هذا الأوبجكت اللي هو أوبجكت الكار اطبع اللي هو خاصية الكار نيم. مكتوب كار نيم. الآن هنا هنا أوقف هذا. أستدعي طبعا الميثود الستاتيك، بستدعيها من خلال اللي هو اسم الكلاس، بكتب car دوت hello اسم الميثود وابعت لها طبعا object منين؟ من الكار. مثلا ابعت له باراميتر اللي هو الماي كار 2. الان هيطبع لي هنا في ميثود الهالو، هبعت له باراميتر الماي كار 2. الماي كار 2 فيها اللي هو باراميتر المرسيدس اللي هو اسم الكار نيم. هيجي هنا هيرجع لي هالو والاكس اللي هو مين الاكس هنا؟ اللي هي الاكس طبعا الاوبجكت ماي كار 2 دوت مين دوت كار نيم. الكار نيم اللي هي الخاصية اللي هي تلقائي تصلها القيمة مين؟ المرسيدس في الكونستراكتور. نشوف ايش هيطبع لنا هنا. هنا طبع لي هالو مرسيدس من هنا. طبعا نفذت ميثود الهالو، طبعا بستديها من خلال الكلاس، بعت لها اوبجكت الماي كار 2 فيها باراميتر المرسيدس. طبعا هيجي المرسيدس بدل مين؟ بدل اللي هو خاصية حاطيه، هيجي بدل باراميتر البراند هيكون اللي هو اعطيله قيمة اعطيله للكار نيم قيمة المرسيدس. حاجي هنا عند الهالو حيطبع لي هالو اكس طبعا اللي هي الاوبجكت ماي كار 2 دوت كار نيم اللي هي المرسيدس، وهيو هنا طبع لي يا هالو مرسيدس.
ممكن أعمل اللي هو مسافات، أعمل مثلا زائد وأعمل double quotation وأسي مسافات، أجي من هنا أشغل أيو سبيل اللي هو المسافة. هنكمل الآن في موضوع الأري. أخذنا طبعا إحنا الميثود في الأري، زي أخذنا مثلا ميثود الفورم إيتش، وأيضا أخذنا الماب، وأيضا أخذنا الفلتر. طبعا هدول قلنا عنهم كول باك فانكشن. يعني إيش يعني كول باك فانكشن؟ الفانكشن هذه الباراميتر تبعها بتستقبله كفانكشن أخرى. الآن هنتكلم عن ميثود اللي هي الإفري، هنستخدمها طبعا هذه الأري، طبعا هي كول باك فانكشن الباراميتر تبعها بتستقبله كفانكشن. هذه الإفري طبعا بتتحقق من جميع قيم المصفوفة، إذا بحققوا الشرط بترجع اللي هو ترو. إذا كلهم بحققوا الشرط، كل الفاليو في المصفوفة بحققوا الشرط بترجع ترو. إذا واحد منهم ما بحقق الشرط بترجع فولس. يعني هي هذه الإفري بترجع بوليان، هي بترجع ترو أو فولس. خلينا نعمل هنا أري نقطة بار نمبر، قبل خلينا نعمل سكريبت نعمل var number بتساوي هيك. أنا بنشئ من القوسين هدول، بنشئ مصفوفة بديها قيم، الآن هذه المصفوفة بدي أنفذ عليها ميثود. طبعا هذا لانه الميثود اللي بدي انفذها بترجع ترو او فولس، بدي اخزنها ايضا في متغير var بتساوي مثلا every على اسم مصفوفه على اسم الميثود. بعد هيك بناخد الاسم النمبرز اسم الاري، وبننفذ عليها ميثود اللي هي الافري. طبعا هذه قلنا بتستقبل كول باك فانكشن، الافري هذه كول باك فانكشن الباراميتر تبعها بتستقبله ايش كفانكشن. الان بدي اكتب اسم الفانكشن، وبعد هيك بدي هذا الفانكشن بدي اشتغلها. بكتب مثلا ماي فانكشن، الان هذه الماي فانكشن بدي اشتغلها. باجي هنا بعمل function وبكتب اسم الفانكشن، وبعمل قوسين تعون الباراميتر، بعدك بعمل قوسين مع كوفين. طبعا هذا الماي فانكشن اللي بستدعيها للإفري طبعا تستقبل ثلاثة باراميتر اللي هي الفاليو والاندكس والاري. هنستخدم حاليا الفاليو. طبعا الفاليو ايش بتمثل؟ بتمثل قيم الاري اللي عندي، بتمثل 45 والتسعة والستاشر والخمسة وعشرين، كل قيم الاري اللي عندي بتمثلهم، هذه هي الفاليو. الان بدي اعمل اللي هو الكونديشن الشرط، بدي اقول له رجع لي يتير. اقول له رجع اللي هي الفاليو. الآن بدي أكتب له شرط، طبعا هي بترجع ترو أو فولس. بدي أكتب له رجع لي الفاليو إذا كلهم أكبر من 18. الآن قلت له أنا الفاليو إذا كلهم أكبر من 18 هي وظيفتها الإفري ترجع لي أو ترو أو فولس. إذا هنا كلهم القيم هدول أكبر من 18 هترجع ترو، إذا واحدة منهم مش أكبر من 18 هترجع فولس، لأنه هذه الإفري وظيفتها بترجع ترو أو فولس، بترجع بوليان بناء على الشرط اللي أنا بكتبه هنا.
يعني انا قلت له value اكبر من 18، بتفحص اذا كل الفاليو اكبر، بتمر على كل القيم، اذا كل الفاليو اكبر من 18 بترجع true، اذا واحدة منهم اقل من 18 مش اكبر من 18 هترجع false. طبعا هنا هترجع اللي هو false. باجي هنا بكتب document dot get element by id للديمو dot inner html بتساوي اللي هي قيمة مين؟ قيمة every. دعم الفاصلة مربوطة. الآن أجي أشغل الكود، هاي رجع لي فولس. ليش رجع لي فولس؟ لأنه 45 تمام أكبر من 18، 4 مش أكبر من 18، تلقائي بترجع لي فولس. هذه وظيفة اللي هي الإفري. مرة تانية الإفري ميثود بنفذها على الأري بترجع ترو أو فولس. ممكن هنا نتأكد، حتى بعمل هنا بالكونسول انسبكت، بقول له تايب اوف لمين؟ تايب اوف ل الافري، لان هي الافري بتحتوي مين؟ بترجع القيمة اللي نفذتها الفانكشن الافري. نشوف ايش رجعت، ايش النوع اللي رجعته. هي بكتب افري، هاي شايفين رجعت لي بوليان. يعني هنا هذه الميثود الافري بترجع ترو او فولس بناء على القيم الاري وبناء على الكونديشن اللي انا كتبته. ايضا في ميثود اخرى عكس اللي هي الافري اللي هي السم، بتتحقق اذا قيمة واحدة بتحقق الشرط بترجع ترو، اذا قيمة واحدة ما بتحقق الشرط بترجع فولس. إذا قيمة واحدة بتحقق قيمة واحدة فقط بتحقق الشرط بترجع اللي هو ترو. نشوف مع بعض شو بتسوي السم. نعمل هنا array var numbers الآن نعمل متغير جديد اسم الميثود sum بتساوي آخذ نفس الأري ونفذ عليها ميثود السم. الآن هذا السم طبعا كول باك فانكشن استقبل باراميتر اللي هو كفانكشن my function. الآن هذا الفانكشن بدي أنشئها، أكتب فانكشن. طبعا هذه الفانكشن تاعت السم زي الكول باك الفانكشن الباقيين، إلها 3 بارامتر اللي هي الفاليو والإندكس والأري. هنستخدم هنا فقط الفاليو. الفاليو طبعا هو جميع قيم الأري. الآن بدي أقول له رجع لي return، أكتب له الفاليو أكبر من 18. كتبت له أنا الكونديشن هذا، إذا قيمة واحدة فقط أكبر من 18 بترجع true، إذا ولا قيمة أكبر من 18 بترجع فولس. يعني بتبدأ تفحص من البداية، هاي 45 أكبر من 18، إذا لقته أكبر من 18 تمام بترجع ترو، إذا بس قيمة واحدة. عكس الإفري لازم كلهم يحققوا اللي هو الكونديشن. الآن باجي هنا بكتب document dot get element by id
للديمو دوت انر اتش تي ام ال بيساوي اللي هو سم. اجي اشوف شو رجع لي هنا. طبعا هاي رجع لي اللي هو ترو لانه في عندي قيمتين اكبر من 18. هيو هنا رجع لي ترو. طب ليش رجع لي ترو؟ لانه في عندي ال 45 وال 25 اكبر من 18. لو هذه فقط كتبتها 5 ايضا حيرجع لي ترو لانه ال 25 اكبر من 18. هيو رجع لي ترو. طب الان لو عندي ولا قيمة اكبر من 18، هي مثلا ولا قيمة اكبر من 15، طبعا حيرجع لي فولس لانه ولا قيمة عندي بتحقق الشرط اللي هو انه الـ value اكبر من 18. هاي رجع لي اللي هو false لانه عندي ولا قيمة. لو كتبت بس فقط قيمة واحدة اكبر من 18 هي 59، هاي رجع لي اللي هو true. هذه وظيفة اللي هي السم عكس الافري. الافري لازم كلهم يحققوا الشرط، السم على الأقل فقط قيمة واحدة تحقق الشرط ترجع ترو، إذا ولا قيمة بترجع فولس. هذا بالنسبة للسم. أيضا في عنا ميثود الفايند. هذه الفايند وظيفتها بترجع طبعا هذه طبعا كول باك فانكشن، تستقبل البارامتر تبعها فانكشن. طبعا بناء على الشرط بترجع نمبر. كيف يعني؟ لو كتبت له انا رجع لي الفاليو الاكبر من 18، بتلف على كل الفاليو في المصفوفة وين القيمة، اول قيمة بتلاقيها اكبر من 18 بترجع لي اياها. نشوف مع بعض هنا كيف بستخدم انا ميثود الفايند. اكتب هنا بار نمبرز بتساوي وديله اللي هو اي قيم بدي اياها. الان هنا بدي اعمل متغير جديد يستقبل فيها القيمة اللي بترجعها الميثود. اكتب مثلا find بتساوي numbers dot find. طبعا هذه الفايند تستقبل طبعا function، اكتب له مثلا my function. هذه الفانكشن انا بدي انشئها، اكتب function اخذ اسمها اسمه هو اعمل قوسين معكوفين. طبعا هذه الماي فانكشن اللي انا ببعتها للفايند كبارامتر لها الماي فانكشن 3 بارامتر، الفاليو والاندكس والاري. هنستخدم هنا فقط الفاليو. الفاليو ايش بتمثل؟ كل قيم المصفوفة اللي عندي اللي هي 32 4 و2 و56 و2 و12. اكتب هنا فاليو. الان بقول له هنا رجع لي اكتب له الكونديشن اللي انا بدي اياه اكبر من 18 مثلا. الآن هنا بشوف وين القيمة الأكبر من 18، ببدأ من الأول وين الـ value الأكبر من 18 برجع لي إياها. هنا الـ 32 أكبر من 18 لقاها أول واحدة، طبعا هيرجع لي إياها. هنا نشوف مع بعض، هنا نكتب document dot get by id ده ديمو دوت اتش تي ام ال تساوي اللي هي الفايند. طبعا الفايند هنا هيكون اللي هو 32 لانه اول قيمة لقاها اكبر من 18 اللي هي 32. نيجي نشوف هسه احنا مش سم، احنا الفايند بدنا
اير فايند. هاي رجع لي هنا 32. طب لو هنا كتبت مثلا، خليت اول قيمة مش اكبر من، مثلا على سبيل المثال 2، من هنا حيرجع اول قيمة 2، لا مش اكبر من 18 ولا 4 ولا 2، اكبر قيمة هنا حيرجعها اول قيمة لقاها هي 56. طبعا حيلاقي اللي هو 56 هي اول قيمة لقاها اكبر من 18. الاول قيمة بلاقيها طبعا بيرجع لي اياها. خلينا نشوف نتأكد شو هي بترجع، اللي هي الميثود ايش النوع اللي بترجع. بكتب تايب اوف، لا الفايند هيرجع لي طبعا اللي هو نمبر، يعني الميثود فايند الكول باك فانكشن هذا بترجع اللي هي نوعها نمبر، هاي رجعت لي 56. هذا طبعا بالنسبة لميثود الفايند، هي ميثود بترجع أول قيمة بتحقق الكونديشن اللي أنا بكتبه، ميثود بترجع اللي هي النوع تبعها نمبر. هذا بالنسبة للفايند. أيضا عندنا من ميثود الكول باك فانكشن اللي أنا بنفذها على المصفوفة اللي هي ميثود الفايند اندكس. هذه الفايند اندكس وظيفتها طبعا كول باك فانكشن تستقبل الباراميتر تبعها، بتستقبله كفانكشن. الفانكشن اللي انا ببعتها بكتب فيها الكونديشن الشرط، بقول له اذا مثلا الفاليو الاكبر من 18 بتلف على كل المصفوفة، وين الفاليو الاكبر من 18 مش بترجع لي القيمة تبعتها، لا بترجع لي الاندكس تبع اللي هو العنصر تبع الفاليو. خلينا نشوف مع بعض، ننشئ هنا array، اكتب بار numbers تساوي، اكتب اي قيم بدي اياها، بعدك بكتب find index تساوي اسم ال array دوت، تنفذ عليها method ال find index. طبعا هذه الباراميتر تبعها بتستقبله اللي هو كول باك فانكشن، تستقبل الباراميتر تبعها بتستقبله فانكشن. بكتب اسم الفانكشن اللي انا بدي اعمله مثلا ماي فانكشن. الان بنشئ اللي هو الماي فانكشن شو بيعمل، بكتب فانكشن. طبعا هذه الباي فانكشن اللي انا ببعتها للفايند اندكس فيها ثلاثة باراميتر، الفاليو والاندكس والاري. حاليا هستخدم فقط هي الفاليو. هنا بقول له 200 جاني، بكتب له الشرط بناء على الشرط الفاليو الاكبر من 18. حاليا هنا بشوف بفحص مين الفاليو الأكبر من 18، هنا مين الفاليو الأكبر من 18، هنا 32. مش بيرجع لي 32، بيرجع لي الإندكس تبعها، هنا الإندكس تبعها 0، يعني حيرجع لي اللي هو 0. نيجي هنا أقول له document dot get element by id للديمو dot element HTML بتساوي اللي هي find index. الآن هترجع لي هنا قيمة الindex تبع 32، بترجع لي هي 0. هيرجع لي 0 لأنه أول قيمة لقاها 0. طيب خلينا نكتب هذه 2، مين هنا أكبر؟ القيمة الأكبر من 18 اللي هي 53. 0 1 2 3 هيرجع لي الاندكس تبعها اللي هو 3، هيو رجع لي هنا هيو 3. خلينا نشوف مع بعض شو بترجع هنا النوع تبع
التايب اندكس تايب اوف ذا فايند اندكس. طبعا حيرجع لي نمبر لانه بيرجع لي الاندكس حيرجع لي نمبر. يعني الفايند اندكس فانكشن ميثود انا بنفذها على الاري. طبعا هي كول باك فانكشن بتستقبل باراميتر فانكشن. هذا الفانكشن انا بنشئه. الفانكشن هذا له 3 باراميتر، له الفاليو والاندكس والاري. بكتب له هنا ايش يرجع لي بجملة الريتيرن، بكتب له الكونديشن، بكتب له رجع لي الفاليو الأكبر من 18. طبعا هنا بيجي بلف على كل الفاليو، وين الفاليو الأكبر من 18؟ أول ما يشوف أول ما يشوفها باخد الإندكس تبعها وبحط لي إياه بدل هنا الفاين إندكس، وبكتب لي إياه في الديمو اللي هو 0 1 2 3، بيرجع لي هيو 3. هذا بالنسبة ل الفايند اندكس. ايضا في عندنا ميثود الاندكس اوف. هذا الاندكس اوف وظيفتها انا بنفذها على الاري. وظيفتها بتبحث في 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 الفاليو تبعت الاري. انا ببعت لها القيمه، من خلال هذه القيمه بتفحص في كل الاري وين المكان تبعها في الاري، وبترجع لي البوزيشن تبعها. طبعا هي بتبدأ من صفر بتضلها تمشي، بعدين 1 2 3. يعني على سبيل المثال بدخل للاندكس اوف قيمة في الاري وبترجع لي البوزيشن تبعها. خلينا نشوف كيف هذا الكلام. نكتب هنا بار اتش اي مثلا فروت، ودي له قيم معينة. الآن هذه الفروتس بدي أنفذ عليها ميثود الindex of، بكتب var بنفذ عليها ميثود dot index of. ببعتلي طبعا هنا ايش الاليمنت اللي انا بدي يرجع لي البوزيشن تبعه. على سبيل المثال بدي يرجع لي البوزيشن تبع اليمنت اللي هو البنانة هنا. الان بكتب له document dot element by id demo dot HTML بتساوي الـ. طبعا هنا هيرجع لي مين؟ هيرجع لي 1. ليش 1؟ لأنه قلت له أنا بنانا. بيجي بيفحص هنا وين المكان تبع بنانا، يبدأ من 0 0 1. هيرجع لي طبعا هنا 1. أجي أتأكد find index of. طبعا في هنا مشكلة كونسول. طبعا هنا الاندكس اوف لازم الاوف تكون الاو حرف كابيتال. هاي المشكلة كانت فقط، كانت بدل الـ O كانت سمول، لازم تكون اللي هي كابيتال. أجي هنا كتب لي رجع لي اللي هو 1، رجع لي البوزيشن تبع البنانة. لو كتب له كتبت له مثلا القيمة الثالثة هيرجع لي اللي هو 2 بناء على البوزيشن اللي كتبته. لو كتبت مثلا القيمة الأولى هيرجع لي البوزيشن تبعها، هيرجع لي 0. نيجي هنا نشوف شو نوع الميثود اللي انا كتبتها. طبعا هتكون نمبر لانها رجعت لي
اللي هي البوزيشن، طبعا هيها رجعت لي نمبر. هذا بالنسبة للإندكس أوف، طبعا هي ميثود أنا بنفذها على الأري، بتبحث في كل المصفوفة بناء على الفاليو اللي أنا دخلتها، بتلف على كل المصفوفة وين القيمة اللي أنا كتبتها، وبترجع لي البوزيشن تبعها. تبدأ طبعا من صفر، بتطلع تمشي 1 2 3 على القيمة اللي أنا كتبتها، بترجع لي البوزيشن تبعها، طبعا هي الاندكس اوف ميثود، بترجع لي طبعا نمبر، وبترجع لي اللي هو البوزيشن تبع الاليمنت اللي أنا كتبته، أنا بعثت له إياه. هذا بالنسبة للاندكس اوف. في عنا ميثود اسمها لور كيس، هذه وظيفتها بنفذها على النصوص، على السترينج. وظيفتها بتحول لي النص الكابيتال الى النص الكابيتال لتر الى سمول لتر. الان عندي هذا النص كابيتال هلو وورد، حامل طبعا فانكشن وظيفتها تاخذ هذا النص وبعد هيك تحول لي اياه لور كيس. نعمل هنا الفانكشن، اكتب فانكشن واكتب اسمها الفانكشن، اي اسم بدي اياه. الان هذا النص اللي في الديمو الهالو وورلد بدي احصل عليه، كيف بحصل عليه؟ اول اشي بعرف متغير وبكتب دوكيومنت دوت جيت element by id demo dot inner html. الآن هيك أنا حصلت على النص الموجود في الديمو من خلال document dot get element by id dot inner html. الآن خزنت أنا في التكست اللي هو الهلو وورد، الآن خزنت فيه الهلو وورد. الآن هذا التكست بدي أحطه وين؟ بدي أحطه أيضا في الديمو. باجي بأعمل document، بدي أصل ل الديمو، بكتب document، خلينا نسخن. أكتب له بيساوي، الآن بدي أنفذ على التكست، بقول text dot to lower to lower case. وطبعا لازم احط اللي هو القوسين تاعون الميثود. الان هنا هذا الفانكشن ايش سوت لي؟ حصلت على الهالو وورلد من خلال document.getElementById، خزنتها وين؟ في التكست. الان لما خزنتها في التكست بدي ارجعها تاني كنص سمول لتر في الديمو. بدخل على الديمو كمان مرة، كيف بدخل عليه؟ بكتب document.getElementById للديمو.inner.html بيساوي مين؟ التكست لأن حصلت عليه الكابيتال، بقول له ايش؟ حول لي اياه to lower case من خلال الميثود. الآن بدي أعمل هنا button وظيفته ينفذ اللي هي الفانكشن. أقول له أعمل الايفنت on click، اون كليك بساوي، وبدخل له مين؟ اسم الفانكشن مع القوسين تبعتها، وبكتب هنا اسم البوتون، بقول له لور لور كيس. الان هنا لما اضغط على البوتون هيحول لي اللي هو الهالو وورلد الكابيتال الى سمول لتر. نيجي نشوف، هاي عندي النص كابيتال لتر، بضغط على اللور كيس حول لي اياه لسمول لتر من خلال اللي هو الفانكشن اللي نفذته. الفانكشن خزنت النص من خلال الدوكيومنت دوت إليمنت باي اي دي، خزنت لي اياه، وبعد هيك انا دخلت على الدوكيومنت دوت إليمنت باي اي دي للديمو وحولت النص ل lowercase.
هذا بالنسبة للميثود اللون كيس، بنفذها على النصوص بتحول لي النص الكابيتال لتر إلى نص سمول لتر. أيضا في عنا ميثود اللي هي تو أبر كيس، وظيفتها عكس اللور كيس، بتحول لي النص السمول إلى نص كابيتال لتر. بدل هنا ما أكتب تو لور كيس بكتب له فقط تو أبر، بكتب له تو أبر كيس، تو أبر كيس، وبعمل قوسين، وهنا بدخل له اللي هو نص سمول لتر عشان يحول لي إياه إلى كابيتال لتر. هنا اكتب له أبر كيس، نيجي نشغل، هاي حولت لي النص لكابيتال لتر، حولت لي من سمول لتر إلى كابيتال لتر. هذه وظيفة الأبر كيس، وظيفة الأبر كيس بتحول لي النص لسمول لتر إلى نص كابيتال لتر. أيضا في عندنا ميثود أيضا بنفذها على النصوص اسمها كونكات، وظيفتها إنها تدمج لي نصين أو أكثر في نص واحد، في متغير واحد. خلينا نشوف، أعمل هنا var text1 يساوي مثلا دبلو هلو، وأعمل var text2 دبلو world. الآن دعمل متغير ثالث وظيفته يدمج لي النصين مع بعض من خلال دالة الكونكات. بعمل تكست ثلاثة بيساوي آخذ النص المتغير الأول اللي مخزن فيه النص الأول مخزن فيه اللي هي قيمة هلو، وبكتب دوت كونكات، وبكتب له مين النص اللي بدي أدمجه معاه، بكتب له هو النص الثاني تكس اثنين، بس عشان أسيب بيناتهم مسافة بعمل هنا بعدين تنصيص وبسيب مسافة، بعمل اللي هي زائد علامة اللي هي الكونكاتينيشن. بعد ما أخلص بطبع مين التكس ثلاثة في الدوكيومنت في الإليمنت الديمو، بكتب دوكيومنت دوت جيت إليمنت باي أي دي ديمو دوت انر اتش تي ام ال بيساوي تكست ثلاثة. الآن هيدمج لي الهلو والورد وفي مسافة بيناتهم في نص في متغير واحد اللي هو في التكست ثلاثة. خلينا نشوف هنا، هاي دمج لي الهالو وورد في متغير واحد. هذا بالنسبة لميثود الكونكات، وظيفتها بنفذها على النصوص بدمج لي نصين أو أكثر من خلال اللي هي ميثود الكونكات، وكلهم بحطهم في متغير واحد. أيضا في عنا ميثود انجبليس بنفذها على النصوص. مثلا عندي نص معين بدي استبدل فيه كلمة معينة، بستخدم الميثود انجبليس. خلينا نشوف مع بعضنا كيف انا بستخدم ميثود انجبليس. بدي اعمل هنا element للديمو، هنا بدي اعرف متغير أكتب var بتساوي مثلا أديله اسم
اكتب مثلا جافا لانجويج الآن بدي أعمل اللي هو أنفذ عليها، بدل ما بدي جافا لانجويج أكتب النص هذا، بدي أستبدل عليه بدل كلمة جافا أستبدل كلمة جافا بكلمة بي اتش بي. إيش بسوي؟ بدي أعمل متغير جديد بساوي اسم المتغير الأول وبنفذ عليه دوت ريبليس، بستبدل بداله مين؟ بستبدل كلمة الجافا اللي بحط فيه الباراميتر الأول، الكلمة اللي أنا بدي أستبدلها الكلمة الجديدة اللي أنا بدي أحطها بدالها، بكتب مثلا هنا بي اتش بي. الآن بدي أحط المتغير الثاني، بدي أطبع وين؟ في الديمو. أجي هنا أكتب document dot get image by id للديمو dot inner html بتساوي اسم المتغير التاني. الآن هيطبع لي هنا في المتغير التاني، بدل ما يطبع لي جافا لانجويج انا استبدلت الجافا بالبي اتش بي، حيطبع لي بي اتش بي لانجويج. خلينا نيجي نشوف الان. في مشكلة، طيب هنا المشكلة انه السترينج هنا الواحد مش نفس الاسم، ناخد نفس الاسم هيو طبع لي هو بي اتش بي لانجويج، استبدل لي الجافا في البي اتش بي. طبعا انجبليس تعمل استبدال لنص معين في نص ثاني، وهذه بنفذها على النصوص. هذا بالنسبة لميثود انجبليس.